السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم هاد الوجبة من بين الوجبات اللي كناخد قليلة السعرات الحرارية. وجبة متكاملة ما كتفوتش 173 سعرة حرارية، وخصوصا الناس اللي كيعجبوهم المعجنات. هذا سيتا سوبستيتو ديال لي بات، الكونجاك، لا غاسين دو كونجاك، هو هذا لو باكي غاسين دو كونجاك، غني بالالياف و سي تان كوب فان، وكيعاون على لو ترانزيت انتستينال الناس اللي عندهم القبض. سي دي غاسين وكيصوبوا منهم هادو هاد لي شوفو دونج، كيصوبوا منهم، كاين فيتوتشين، كاين سباغيتي، كاين الروز. هو هذا لو بيتي باكي، هاد لو باكي كامل، هاد لا كونتيتي كامله راه ما كتعداش 25 كالوري اللي فيها. دونك دايرينو بحال هكا فهاد بري الامبلوا، خصك غير تشليه بشويه الماء كوم انديكي في لو مود دو كويسون، ديجا راه ديجا كوي. صافي كنحلو بهاد هكا ونحيد ليه الماء، نديرو فشي صفاية نحيد ليه الماء ونشلو بشوية الماء، صافي ونخليه يتقطر. وعد باش كندوز لكويسون، انا غنشارك معكم هاد، غنعطيكم بالضبط لي كالوري اللي في كل شي. مهم قيلة خديتها درت فيها، درتها تسخن بعدا، وغندير واحد المعلقة الزيت، الزيتون ولا المهم شي زيت ما يكونش مهدرج اللي كتبغيو. هنا درت اون طاس ديال الخضرة، انا هنا راه الكونجلي ما عنديش خضرة طرية، ما يعادل 60 كالوري. واحد 100 غرام شامبينيون بلون ما يعادل 28 كالوري. دونك كان بلا زوين وساهل و اون ميم طو قليل السعرات. هنا درت ثومة و جنجبر، خصك جنجبير طري محكوك. وهنا عندي واحد 5 ديال لي كروفير، تقريبا واحد 100 غرام ما يعادل 60 كالوري. تقدروا ديروا لو بواتري، تقدروا ديروا بواترين دو بولي ولا ديروا المهم اللي بغيتو، الحوت على حسب اللي متوفر، ولا اللحم حتى هو. دوك لي مانسي ديال ستاك وديروه اي مانسي كيجي زوين. هنا درت شويه البزار، شويه الخرقوم، كتجي زوينه هاد الاكله بواحد النكهه ازياتيك. الناس اللي عزيز عليهم الاكل الاسيوي، شويه السال ديال الهيمالايا. صافي وكنحرك، نحرك كل شيء باش تدخل لينا هذيك الاقامه، تدخل لينا في لي كروفيت والخضره. نحاولوا ما نطيبوش بزاف، يبقاو لي ليغوم كروكون. شويه لي فلوكون ديال بيرسيل معدنوس، لا ما كاينينش ما ديروهمش، ديروه طري. وهنا درت الويل دو سيزان كيجي زوين، والسوجا. هادو ما درتش سعرات، ما فيهمش شي سعرات كبار، هادو قليل داك الشيء فيهم. صافي وكنحرك واحد شويه وناخذ لي بات ديالي بديل لي بات، نديرهم تما في القبض ونحاول نهبط عليهم داك لو جو اللي طلق ليا من لي كروفيت والخضره. صافي وكندخلو فيهم مزيان، نبقى ندخلو حتى يعطيونا لو غو، حيت هما ما فيهمش شي غو، ما فيهمش صراحه لو غو، نتوما اللي كتعطيوهم داك لو غو. و سان غلوتين، هادو الناس اللي عندهم حساسية الجلوتين راه سي سون غلوتين. صافي غنخلط هكا حتى يتجانس لينا كل شيء. صافي وناخد واحد طبق فين غناكل هذاك لو بلا ديالي، ان بيتي بول كيجي زوين في لو بول حسن من التبصيل. صافي كنحط هادوك لي بات بحال هكا،
وتقدروا تزيدوا دوك لي فلوكون ديال البيمون كيجي زوين، فيهم البيمون الحار ديك السودانيه كيجي زوين صافي. وكنقدم بهذه الطريقه تقدروا تزيدوا سيزام نوار حتى هو كيجي زوين فوق منهم، ولا سيزام غوتي، ولا دي زاراشيد غوتي كاوكاو حتى هو كيجي زوين. واحد اون توش ديال لو كروكون ديروها من الفوق صافي، وشويه قزبر ولا معدنوس مقطع، ولا الا كان لونيون فير سي انكور ميو كيجي حسن لونيون فير صافي. وهو هذا الطبق ديالي اللي ما كيفوتش 173 سعره حراريه بالصحه والراحه.